نتعامل مع الهلال الاحمر انني جيت باغا نقرا الهلال الاحمر، تلقيت ان هاد المبادرات اللي تيدير اللي صدماتني، ولقيت بزاف المتطوعين، وان فريمون هاد كيما تنقولوا هاد لو كور اليكزيست، ماشي كيما تنقولوا الكذوب ولا هادي. وهاد المركز ما تيعنيش غير السيكتور ديال بنمسيك، لقيتو انه تيمشي لجميع انحاء الدار البيضاء. واش كتقولي لي على هاد عمليه الشتاء دافي، واش بحال هاد العمليه يخفوا الوطأة على مجموعه من الناس اللي محتاجين هاد الملابس؟ بزاف بزاف، لان كيما قال لك الناس متخلين عليهم، الناس الكبار، بحال هاد المبادره اللي دابا غاديين بها، فتتملي الناس الكبار، الناس الصغار، العيالات الكبار، مساكن، كما قال السي الرئيس، الناس اللي عندهم ولادهم خدامين، محامين، دكاتره، ومتخلى عليهم في ذاك المركز. يعني كانت واحد المبادره فرحانين بها، وكنا جينا وكنا جمعنا الحويج ووجدنا لهذه المبادره، اللهم يسر لي فيها. كنتكون في هذا المركز ديال بنمسيك الهلال الاحمر، كنشكر الرئيس السيد الرئيس على المبادره اللي دار، وكنشكر الزملاء ديالي على التهيئه ديال الملابس هادو، كنشكر جميع الناس اللي ساهموا في هذه الملابس هادو. صافي. بالنسبه لهذه العمليه تاع توزيع الملابس، اشكون هما الفئات اللي تتمسوا نتوما في هذه العمليه؟ بالنسبه للناس الكبار اللي متخلى عليهم، اللي مخلين عليهم ولادهم، والناس الصغار اللي مش خلى عليهم حتى هما، نتمنوا هادشي يكون كافيهم، ومع الوقت ضروري غنبقاو نزورهم ضروري مع الوقت. هادشي اللي كنتمناه. واش الحوايج اللي خلوك اللي غروك بالنسبه لك انت باش تساهم في هذه العمليه اللي هي عمليه تطوعيه ما تتقادوش على الاجر؟ اش الحاجه اللي غراتك؟ ما في سبيل الله، كتقول اي حاجه في سبيل الله، فهمتي؟ ما كاين حتى شي حاجه ماديه اللي غتخليك دير بحال هادشي، فهمتي؟ واي واحد في الحياه كامله غتقول لي هاد المبادره، غيقول لك في سبيل الله نمشي نتطوع، اي حاجه، اي حاجه مستطاع ديالها غنمشي ندير، فهمتي؟